اليوم راح نوزع هدايا انا ورؤيه وهزار، اكيد راح ننطي دافع معنوي لزميلاتهم اللي موجودين بالمستشفى. قررنا من وين نبدي انا ورؤيه وهزار، قررنا انه نزرع الابتسامه طوارئ المستشفى. شلونك علي؟ شلون صحتك؟ زين الحمد لله. اسمع هزار، شو تقول لك؟ احكي لي هزار. اني كنت هيك مفلك تعبانه وما اقدر ولا احرك روحي ولا اي شيء، بعدين قررت أصير شجاعة وقوية على مدى تهزم علي، وإن شاء الله راح أتهزم علي. أنا قوية كل شيء مالية. وأنتي؟ أنا همينة، كنت همينة كلش تعبانة، بس بعدين صرت قوية وشفت أطفال أقوياء وجوا حاجوني صرت قوية، وهسه أنا همينة أقول لك صير قوي حتى تخلص وتنهزم على هذا المرض. وهسه أنتي اليوم عندك شنو آخر شيء؟ آخر جرعة. آخر جرعة شافت، فإن شاء الله يا ربي أنت هم تقوم لنا بالسلامة. فأنت شنو تنطيهن وعد؟ إن شاء الله يحفظهن ويعطيهن العافية على هاي النصيحة حاتهن. يا عمري أنت زين، أنت ما عاد أعرف شو حكي والله. أنت بطل، أنت من يا محافظة؟ من الدواني. الله يحفظك إن شاء الله. شوف ايش جاب لك، انه ما دام هيك بطل هو تنطيهن وعد، انت همين تسمع نصيحته وراح تمشي بهاي الاجراءات اللي قالوا لك عليها. ايه وعد. وعد. الله اكبر. بطل. هو بطل. ايه هسه ايش نسوي؟ ما زال هو بطل، نعطيه ظرف ثاني. متفقين؟ متفقين. متعارضين؟ لا. هذا هم ظرف لك ثاني. احنا نحبك. أنا أحبكم. هسه أنت لازم تصير قوية وتتهزمين عليك. أنت هزار نفس الشيء، أنت كنتي هم بالمرض، بس شلون تعديتي هاي المرحلة؟ لأن صرت قوية وشجاعة. يلا وهي هسه لازم شو تصير؟ قوية. تصيرين قوية إن شاء الله؟ تعدين هاي المرحلة؟ إيه. يلا نوب ننطيك هدية، إيش راح تعطينها؟ ظرف مالي بسيط. يلا. هسا هاي السيارة شوف ايش جابت لك رؤية حلوة. هاي الساعة جابت لك. شوف 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 هاك شوف 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 خلي باع 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 باع. انت بطل زين. هسا هاي السيارة شنو راح تسوي بيها؟ حلوة ترى، حلوة كلش هاي السيارة. باع هاي السيارة لك، وهذا المبلغ لك، هاي تلبس الشاف وتسوق. هسا زين حبيبي. وهسه انتن سويتن كان يبكي هو بالبدايه، هسه صار يضحك. خطي خلوه نايم، دي يحلم. ها فانتن هسه ايش راح تسوون؟ كل واحده تخلي الهدايا يمه ونروح. بطاله. وانت ايش تخلين؟ بطاله. هزار وهسه من راح يقعد ايش راح يقول للنوم؟ راح يقول هذولي جوا رائد الحلاق وهزار ورؤيا، احنا ساعدنا ونريد نضحك الاطفال. نرسم على وجوههم الابتسامه. هزار ايه؟ انت لو كنت صانعه امل شنو اللي تسوينه؟ يعني صانعه امل؟ ايه يعني انا لو كنت يعني اعطي هدايا للاطفال وهلو شنو؟ يعني انت صانعه امل شنو اللي تختارين تسوينه بحياتك؟ نساعدين الناس، اساعد الناس واطلع الناس الفقراء ملابس وشيء عشان يفرحون بيها ويعيدون بيها. والله انت بطلة. وانتي نفسها.